جدوا واجتهدوا يا أهل السنة، الآن الجو مهيأ لكم ودعوتكم مقبولة، وستسألون أمام الله عز وجل إن تباعستم أو تخاذلتم أو ركنتم إلى الدنيا. الجو مهيأ لدعوة أهل السنة بحمد الله، الناس لا يريدون إلا كتاب الله، ولا يريدون إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، والله المستعان.